عافاك يسرى، عافاك يسرى، عافاك يسرى. الله يخلي لك بكريشة، والله يخلي لك الشر كبي اتاي، والله يفك حيلك على خير. عافاك يسرى، كنترجاوك يسرى وكنطلبوك يسرى، وهذا نداء لك يا يسرى. كنطلبوك كنطلبوك وكنرغبوك، وغنجيبوا لك الذبيحة وغنجيبوا لك التكبيرة يسرى. سمحي لامك وتسامحي مع امك. صافي يسرى، عافاك يسرى، والطعيمة يسرى، والبزيزيلة والقنصة والرية والمرارة والقرينة الكحلة. صافي سمحي للسعاد، صافي سمحي للسعاد، واللي غلط انت مولات العقل. ونشوفي هي كتبقى امك كما كان الحال، سمحي ليها وتسامح وبركة. سمحي ليها، غضبت في السريعة، غضبت في البقة، تسامحي ليها وفقس لينا البقة. عافاك يسرى، عافاك يسرى، مح يسرى، عافاك يسرى. هادشي اللي بغاو واقيلا شي وحدين، وهادشي اللي بغاو شي متابعين. انا هادشي تفهم ليا، نبقى لينا غنمشيو هكا، ندي قوار ديال السكر، ندي الذبيحة، ونمشي نطيحو ليها على رجليها ويدها، ونقول لها سمحي لسعاد. لا علاش تقولوا، لا علاش تقولوا البنت خاصها تعتذر من امها، وعلاش تقولوا هذه؟ غادي نهضر اليوم وغدا من الاخر. انا في هذا الموضوع من الاول مع قنوات المصداقيه، وغادي نبقى في هذا الموضوع. ما كاينش اللي غادي يجي يطفي عليا، وما كاينش اللي غادي يفرض عليا اشنو نقول. انا كيبان لي هذا الصلح غنجيكم من الاخر ومن التالي. هذا الصلح المصالح الشخصيه لا غير، هذا الصلح هذا كيبان لي المصالح الشخصيه. واش البنت راه فاطمه الزهراء كتصرف مع امها شي تصرف ماشي وادك؟ واش اتفاق كاين في الكواليس من بعد الزياره ديال بوكريشه، ومخطط ليه هو السريعه، ومتفقه البنت هي والسريعه؟ من الاخر غادا دير، شوفوا دابا غادي دير ديك بالعاني ديك مبادره ديال الصلح ولا هذه، ولكن والله لا بغات امها من قلبها. انا نقول لكم شنو كاين، لان شي وحدين اخوتي عيقوا بالتوراك، لا سيسوا مع البنت، لا ما تضغطوش عليها، لا حاولوا عليها. ايوا بقينا غنمشيو نطلبوا الرغبه في الخاص، نقول لها سمحي لامك. راه عيقت، عيقوا شي وحدين، عيقوا الى عينكم نتوما، كنتو نتوما شي وحدين مدلولين، سيروا طلبوها رغبوها، ما تفرضوش علينا شي حوايج. اللي باغا تطلب العاقه تمشي تطلبها عندها في قناتها، ماشي حنا اللي عافاك طلبوها وينقصوا شي وحدين. لا القنوات كيديروا الفتنه، اجمل فتنه. قال لك اللي بغى يبوسك راه كيعرف فمك فين جا، ما غاتسناش الناس يوريو فمك. ها فمك فين هو؟ البنت راه عندها 18 عام، البنت طالعه عندها 19 دابا، راه متزوجه وراه حامله. الناس راه عندها مع 13 عام، وكيميزوا الغلط من الخطا، الغلط من الصواب. ديانا تقول لي حق البنت ما عارفهاش وما عندها عقل. ايوا انا ما عندي عقل، راني قدي قدها، راه ما فيجي. انا قلت انا ما عندي عقل، ما تديوش عليا، انا ما عندي عقل. انا بغيت سعاد تصالح بالعز وبالشان وبالمرشان، ماشي غتقلبوا لنا الايه اليوم تقولوا حق الام تعتذر من البنت. برافو سعاد زيدي اعتذري، برافو سعاد زيدي طلبي، برافو. راه هذا هو الدل مدلدل اللي بغى الحقيقه، هذا راه سميتو الدل مدلدل. اللي بغاني مرحبا، واللي ما بغانيش مرحبتين. الام طلع وتطلب وترغب، والبنت معفرة علينا في اللايفات. انا شوف الماكياج كيفاش جاني اليوم، غدا نخرج وكتفقص في امها. اليوم ديت خوتي عند شنيتيك عند ميمه، وكلينا الكسكسو عند ميمه. شوفوا غفاطم الزهراء مع سعاد كتكون ضاربه الطم ما كتضحكش، ومع اختها كتكركر حتى لهنا في الفيديوهات. لاحظوها مع يسرى كتكركر، والامبيونس تنقز منها وتشطح منها وتهضر في الفيديوهات. وشوفوا مع سعاد والله لا سمعتوا بحالك حدا عينه في الارض. والبنت كانت فاطمه الزهراء كانت عارفه اختها راه حامله. ملي سولت السعاد قالت لها واش في خبارك ان اختك حامله؟ قالت لها لا، تفرشت العاقه حطت سكرين ان في خبارها كل شيء. يعني راه مدورين سعاد تما دا. والله شوفوا راه غادي يخرج بكريشه، وغادي نعاودوا ننتقموا من هذا التنازل. من الاخر حسن النيه، غير حنا عيله ما ندير معاه في حسن النيه. درنا النداء الاول، النداء الثاني، النداء الثالث. سعاد ويلي راه امها ديك المره، امها كانت مريضه مطرطق لها العرق في الراس، وكتقول لك هذيك راه كتمثل، انا غير كتمثل طوبه، وكتولد الفاره وكتولد كتعنت. البنت مسخوطه، البنت ما كتكره امها، البنات كيكرهوا امهم. واش شنيتيك المشعويده غتخليهم يتصالحوا؟ والله لا تصالحوا بهذيك شنيتيك المشعويده. الا كان الصلح ما غيكون حسن النيه، انا نقول لكم هادشي اللي بالي. انا هاد الصلح ماشي ما باغيش، ما مرتاحش لي، انه ما غاديش بداك المعايير اللي بغينا حنا، وما غاديش بالتقاليد ديالنا وبالدين ديالنا، ان الاولاد كيعتذروا من الوالدين، ماشي الوالدين كيعتذروا يبقاو يبهدلوا في راسهم في المواقع التواصل الاجتماعي. هنا غدصروا علينا وحدين اخرين، راه كاين بزاف مؤثرين كيتفرجوا. ايوا شرشمت امها تعيات، وفي الاخر طلع امها تعتذر منها. لا حق نعطيوها فرصه، لا ضد في السريعه. السريعه علاش دارت هي السريعه؟ ضد السريعه ولا ما ضد السريعه؟ علاش ضد السريعه؟ شنو السريعه؟ يعني غادي يكون صلح المصالح. ضد في البقه نوضو حنا ندافعو على سعاد، حيت البقه قلبت علينا، حيت البقه قلبت عليهم غنوضو حنا ندافعو على سعاد. يا ولا لا 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 لا، هذا لعب الدراري، هذا ماشي هذا، ما هو هذا، فهمتو؟
صلح يكون، ولكن البنت هي تهبط خنافر الارض. البنت هي تعتذر وتعترف بالاخطاء ديالها. تيارة ما خلات فمها غير اللي قالت، تيارة قالت امي فاز ده ما خلات ما قالت فمها. ولا نسيت نحط لكم المقاطع شنو كانت كتقول البنت. حتى البنت راه شرشمات ما تشرشيم، داكشي اللي داتو البنت فمها راه ما كاينش اللي داتو، كنا نقولوا اكبر عاقه في التاريخ، ولكن كنقولوا ان الله غفور رحيم. صافي غلطات تعتذر، ولكن ماشي تبقى مجازره السوعات اليوم سوعات ديال اللايف غدا تخدم عليها الصلح وخير. نتصالح مع ماما، هاد مسكه في كوميرا ما بغيناهاش، ما تهاجرش بهذا الموضوع. ولا تصالحت مع امها غادي يكون من اجل من اجل ادسنس. هي راه تجاهل هجوم البنت، البنت تجاهل هجوم مجموعه على التعاليق والقنوات، عاد خرجت كترطب وحقه وانا الموضوع كبير. سيري نضحي براسي مع الحيط. الا قال لك حقا نبقى نرطبوا مع البنت، يا بار انا بدا ما رطبش معاها، نكذب عليكم. انا نهاري غنقعد نسميها بسميتها ولا نقول لها المرضيه ولا يسرى، ملي تبان ليها اعتذرت من امها وتسامحات مع امها وصافي وداكشي بحسن النيه. اما تقول لي حقا لا بقى ترطب معها، شنو رطب معها انا؟ راه هي عارفه مصلحتها. وريناها قال لك وري ولا عمل سيرو خليه. وريناها ها البنت ها الطريق الصحيح، ها البنت ها امك اللي تبغيك مصلحتك، ها سعاد العمره ما تدوزك، ها راه الجنه تحت اقدام الامهات. وملي كنتو كتقولوا ام غير فاش، ام غير سويه، وام فاشله، وام نرجسيه على سعاد، دابا ولات ام صالحه. حيت البقا قلبت عليكم، حيت البقا قلبت عليكم ولات سعاد ام صالحه ما بين عشيه وضحاها. ولا انا راه كنعرف كحلاك حلاك بيضه بيضه، باش ميبقاش ينقض عليا شي واحد مره اخرى. انا حنا مع الصلح، اي مع الصلح، ما تعلقوش على الشماعه ديال الخصام ديالهم. الخصام ديالهم راه بادي مع 4 سنين هادي، ولا باش تقولوا القنوات، راه ماشي القنوات، البنت كتكره ما من، راه ماشي القنوات اللي خرجوا المشكل ديالهم، راه البنت اللي مخرجه المشاكل ديالها وكتضرب فمها من الاول. هي وباها كانوا كيضربوا قبال ما تجي السريعه، كانوا كيضربوا في سعاد، وملي جات السريعه كملات عليهم. السريعه بنت الحرام المجرمه كملات عليهم وزيدات ومزعمتهم. ملي كانت كتشوف مرات باها، واش كاين شي وحده كتنقش لمرات باها وامها كتفرج في الفيديوهات وتقول لي سعاد تعتذر؟ انا راه ماشي غنفقوس على سعاد، راني قلبي دارني على سعاد قسما بالله ما رضيت بهذا الشيء. علاش؟ لان البنت هي دارت اجرام فمها، دارت اجرام كبير باش تنقشي لمرات باك. امك مسكينه كتشوف وانت مزوجه باك وفرحانه به، ها باش امك يلا مسافره مع باك يلا رجعت من رجعت مع سعاد، وانت خارجه كتضربي فمك في البيسين مع مرات باك. ملي مرات باك جالسه دايره اللايفات والفيديوهات وكتشرشم فمك وانت جالسه حداها وكتكركرو حداها كتكركرو كتفرنسو. ديك الساعه راه ماشي قاصره، راك مكمله 18 عام. الطرف الاخر، الطرف الاخر، ايوا بلا ما نضربوش في الغربه. البنت كانت باغا تتاجر بقضيه زين المحارم وتاجرات بها، وحنا غنشوفو. هي قالت لك غتابع البقه، هي قالت لك غتابع البقه، حنا غنشوفو واش غتابع البقه ولا لا. احنا غنشوفوا هو شهر سعود دخل يوم واحد شهر سعود، الحمد لله بقى قد ما فات. حنا غنشوفوا هاد حسن النيه اللي قلتو نديرو، حنا غنشوفوا واش غتشهد في البقه ولا لا. هنا غيبان لكم العربون في هاد الشهر، غادي يبان لكم واش غادا البنت بصح تمشي تخدم في الواقع كما قالت، ولا غير هضره ديال المواقع باش تتاجر. حضره فات يدير افلام وافلام وافلاميه والسريعه والسريعه شاده عليهم دليل قوي غادا تصالحوا. انتم راكم نيه الله قاد تقول سيري تصالحي معاها وسيري لعبي لي على العاطفه ديالها، وراه غيجيبوا التنازل البقه في الاخر. انا راه تنازلت سعاد البقه راه عمرني ما ندوي عليها من الاخر. تنازلت سعاد البقه سي فيني بيني وبين لا تواصل لا هضره في اليوتيوب. بناتها ماشي مشكل، الله يسهل عليها مع بناتها، ولكن البقه المجرمه وشنيتيكا وما ترجعش لبكريشه. ما كاينش الرجوع لبكريشه، واخا انا متاكد من المعلومه ان سعاد ما غترجعش لبكريشه. سعاد اصلا صافي قالت لك ما عندي ما ندير بشي زواج، كنت بغيت نتزوج راه باقي عندي الحال نتزوج، ما باغاش نتزوج سعاد. يعني ملا من بنادم باقي ينقز عليك منا وينقز من لي وينقز من لي، راه كاع عندنا فمنا وكاع كنعرفو نشرشمو. تحياتي لكم.